بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معكم سورة الشرنية كتاب كي الرد على الجهمية والزنادقة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وعن سوق قرنيش بهذا لبي طبنات وعن سدرسي إن شاء الله يوحير كغان قنينة درسي آيدي وقدم بي إمامكو جمعيني فإنه يسألهم عند الزفرة جهنم زفرة قطيان هريو صومرنيو زفردو وحيسكو أصليين زفير لهم فيها زفير كالزفير كان وحلي هذا هو نفتا ولا صوصار نفتا انت في رحل وعليه كدي من الصوصار يضو الصوت وضط مركوا هراقوا هاي معنا معنا صالة قبل. قال إمامك وحويلي وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقالوا وحيد هذين زنادقذي كيف يكون هذا يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فشكوا مركزي شكيا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا وآياتك فهم حمضوضة يقصد حمضوضة بأي آيات اسكهر كينين زنادقه وأي شيئين إن قرآنك اسكهر إيمان أيوه ayadahaas qaar kamid abu halkan imaamku ku daaweynaya ama isku waafajinaya oo macnahooda saxda ku toojinaya wuxuu yiri marka wa amma qawluhu oraahdiisa alla u yiri wujuhum wajiyal yawma idin maalinkaasi waa maalinta qiyaamadeh naadiratun wa mid dalaalaysa yaani waa mid iftiimayso quruxda iyo barwaaqada ka muuqata iyo وامد ضلالي سوا إلى ربها ربك حق سنة ناظرة وامد فيرنيس حق ربك وامد داواني سوا فيرنيس وقال وحو لألا في آية أخرى آياتك لوحو كيري لا تدركه ألم مهاليشو الأبصار أرقيالك مهاليلانو مكوبان وهو إساقو سي يدرك وحو حليلا أو كوبا الأبصار أرقيالك فقالوا حيدا ذن مركا كيف سيدابو يكون أهانا يا هذا كري شيكو دي أكرتاوا يخبر وحو كور رميا وشيكا قابكا آيداه السقهر كينيوا يخبر وحو ألا كور رميا أنهم يغو ينظرون إني فيرنا إلى ربهم ربي قد حقيس إني فيرنا وقال هدنا وحويل في آية أخرى وحكويل لا تدركه الأبصار إنه قبن مايان وهو إسق يدرك الأبصار إنها سإسق أركي وسيكو وذان معنى طيب فشكوا في القرآن وحكو وذان لا تدركه أي وحكو فصيريان بمعنى لا تدركه ما أركته الأبصار أرقيالك ما أركان وهو إسقى سيدرك أركا الأبصار أرقيالك خلقه أرقيسة إسقى أركا لكن خلقه إلهي ما أركان آية دهور نوحي لدهي وشيذ إلهي بي داوانا يانو فيرين يا مركا لوا آية دهو مننا لدهي إلهي بي أركا يان مننا إلهي دهي لما أركي كرو وإنه مقبن كران وإسكهور إمان يان بيروانا إلهي دهي فشكوا مركزي شكيا بول إمامكو في القرآن القرآن كي بي كشكيا
وزعموا وحين الشيغين أنه قرآنك ينقض إنه تشبين يبورين بعضه قاركي بعضا قارك كلا إنه تشبين يساق اسكه ريمان الشيغين شكي قاسي مركو قرآنك قليين. طيب سوافة جنتي ومركو ويمد آيادها إيا معنوها ضقابك اللوك لوجهه يسيد الصحدة يهين يهيني سنسكه ريمانين. أما قوله أرهدي سبوري الله أويري وجوه وجيال يومئذ مالنت ناظرة ومد افتيم يسو ضلاليسا يعني وحك ودا الحسن حق وناك هي والبياض عدانت يعني وجيدن ضلاليا وحيل ضلاليان قروح يعدين برواقد يهستاني سيقول لديهن الى ربها ربك حق يدن وجيداس ناظرة ومد فيرنس يعني وحكا ودا تعاين وحي اركيسا انها ساريسا ربها ربك في الجنه جنده دحيد وجيداسي ربك ابورتي بي داونيانو انده قبنيانو فيرنيا. طيب تاوى مد هرؤ الى ربها ناظره وفيرو انده اي الهي فيرنيا انها وجهك كيالا أيا الله فيرنا يوداوني حق في الجنة وامرك جنة الوجر ولا بد قيدوا ويداون أو هرت أركتي قلب لجما وذا وأركتي ذو إندها وتعاينوا وامرك لا بد مرك إلهي وشيء ذا سيداون يان في الجنة وامرك جنة الوجر. طيب وأما قوله أرهدي سألوا لا تدركه الأبصار يعني وحكودا في الدنيا الدنيا دحدد كودا دون الآخرة آخر ما بمعنى لا تدركه هذه لغف السراء نفي الرؤية ولا تدركه ما أركيان الأبصار إنه ما أركيان هذه الليلة مركا وحال قودا لا تدركه الأبصار أي في الدنيا انتي الدنيا اللي تشوغو او خلقي المؤمنين تو ادون كاي تشوغان الهي ان دهودو ما قبن كران ما اركي كران. طيب لكن ايدو اخره كما هليس اركتيدا الله اخره ايدو هورا كا هليس ادونك انت اللي تشوغو ان ان الهي لا اركي كرينا ايدن دنبا كا هليس لا تدركه الابصار مركه لو ايدودو من الدنيا كو سابسنت منا أركتي آخرة كوساف سنتا إسكما هوري ما نيا ها ساسو دونا ينشق قيلا. طيب تفسير كاس يقاب كإمام كوه جهاي ولا تدركه الأبصار إن أركتي عادي قال لقوف السراء كدي من النفي كاس اللي هذا الدون كلا جوضة تفسير كاس هو تفسير كمقاتل بن سليمان يغير كيبا أي مريان وحنا كنت صيئين إن مؤمنين تو إلهي الدون كوك أركي كرين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ربكين أركي ميسان إلى أدك جيريوتان بمعنى مركز جيريوتان وقبر قشان وكسو بحضان وآخر لقارو واد أركي دونتان وادوان دونتان لكن أدونك إنت توقتان إلهي أركي ميسان لن تروا ربكم حتى تموتوا. وحكى لو كتوسية حديث كيسجن صحيحين كقيم من حديث أبي موسى والنبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار الله تبارك وتعالى حجاب كيس أود حياة السجية أدومدي سوى النور رواية لو النار والنار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تها إليه بصره من خلقه إلهي حجاب كيسجية أدومدي سأود حياة دو فيد لها يعني نور كوجهي سكب حياي وحجبي لها عد كستو أرجي سجارو يعني خلقي جني وبرد علالي لها خلقي جني وبرد علالي لها إلهي وجهي سنور ككب حيا هدو بسوق جاري لها وحجاب كاسيمشة وكب حلها ما بل حملين خلقي وبرد علالي لها سيدا استرادد إلهي أدون كما أرك كرتان لا تدركه الأبصار أدون كلام أركي كرا لجوا ذا.
طيب ما وحي ديديسا آخرة ما آخركم صابسنا آخرة وحاكو صابسنا إلى ربها ناظرة باكه الله سبحانه. طيب توجيها سي وتوجيهاي علماء قاركود مريم شيخ واسيفة فاهينا يوحو المركة وذلك أكاسي وحو كيمد أن اليهود يهودي قالوا وحي لهذا لموسى نبي موسى وحي كوي لهذا أرنا الله ألن نتص جهرة سعدانة مركي ماشي لقي لقو بالله قولي دي إرقده بوحي لهذا موسى أنا ما قال يوحى مر بنيه الله ستوص نتص سمو قطعين لها نقول إني قبطان مارونا إني قبطان مارونا فأخذتهم وحاق وطيمركا الصائقة قيل ذي سوحينيسي تي قيل يسي ويقعد سوحينيسي وباب محوناها الليينيسي تي بأمركا قبط فما تويد دنتين مركا وعوقبوا والا عقابي محلو عقابي لقولهم أراهد وددرتيد بالو عقابي أي لهذين أرنا الله ألن نتص جهرة سعد وموقة نتص فول كفول إلهي النور كان نتص أعرقنا أرن كاس باللغو عقابة وصائقة قواتي قدمنا ويدنتين فماتوا وعوقبوا. طيب مركا ريب بني إسرائيل مركا إله يقو أدون كتشوغا أيدهين إلهي نتص موسو عقوبة ساكونا على صحيح قضاء ساكم بعد كو وقد سألت ويوي دي سيسيدو كالقب مشركو قريش قريش قال ذا دي أي وحي ويديين النبي النبي صلى الله عليه وسلم ويوي دي ستانا يقول قريش دي النبي كردش صلى الله عليه وسلم قال ذا دي با يقول النبي كحجي ومحيد هذا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يعني أي يعني كحجيستين بكم إذا هيدو أي عقتكم مرتين يعني وحي أهيد وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا مرتين أنكم رمينها انت سو شيء نصهر ديك بينه. طيب يعني دول كان مكه وان دغنه او ابارتا او بورليده او صحراها وحد كديلا حسابي دهن الى دردرا سغ دنب الى دردرا يوبيال كديك هاي محاكله او تكون لك جنه من نخيل وعنب بيروين oo isugu jirta geeda timir iyo cinib isugu jirtaay keen bay dheheen yeelo awliba inta kaliya meha fatufajir al-anhara khilalaha tafjira beerahaas beerahaagaas markay sida isugu duba dhacaan dhaxdooda wabiyal ka dilaaci bay dheheen ila durdur ay wabiyal ha ka dilaaci aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alayna kisafa ama samada gabal kamida nagu soo ri saad horey bay noogu hanjabtood noogu goodiday qayb samada kamid soo rid keen aw taatiya billahi wal malaa'ikati qabila ama ilaahi iyo malaa'ikta aad sheegayso inaad keento fool ka fool aad u keento qabil ka wax leeyahay bimaana muqabala ma aha muxuu ahaay korbu jira iyo ma arki kartaan iyo dhageysan min aw taatiya billahi wal malaa'ikati malaa'ikatana natus ilaahina fool ka fool tus aanu aragno muayna وحاسي كحجية يعني وحوي ووركي مركة ريبني إسرائيل أرنا الله هذا يوكلا ويبعنا. فلما سألوا مركة ويديين النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة سؤاشا مركة ويديستين وأي لهذين أو تأتي بالله والملائكة قبيلة مركة أرنك أي لهذين قال الله الله وحوري تعالى كرهي أم تريدون ما وحد دونيسان أن تسألوا إنا دويديسان رسولكم رسولكينا كما سئل سيدي لو ويدي أوكالي موسى موسى من قبل هذا كهر ورمسؤاشي نبي موسى لوحجي هذا كهر بعد ربطان رسولكينا لا تكون حجيسان وربني إسرائيل محي نبي موسى كحجي وآيات دهور سوما أرنا الله جهرة بكحجي
ورمتي بعد إذن كنا النبي جين رسول كين نقول حجينيس أو تأتي بالله والملائكة قبيل المركل الذين ساسوي. طيب أو حين قرتي قالوا أي دادين ربني إسرائيل ها كما سئل موسى من قبله تفسير كذواك حين قالوا ومرك يدهدين أرنا الله ألن نتص جهرة سعدانة فأخذتهم الصاعقة. الآية أكمل الآية فأنزل الله ألا وحسودك سبحانه نزهنا أنت زمان نزهدي سي ألا وحسودك يخبر إساقه كورمي أنه إساقه لا تدركه إن أينان قبان كرين الأبصار أرقيالك إن إسان هلالي كرين مركز سودك وقرمه وأمرك عطسدين ودهين إلهي نتص أي الله وأرم الله جواب وأمدك بعد وهرت الرسول كينا من موسى سؤاشي عنك أهيد اللي ويديو كلاد ويدينيسا وأمد الله بعد ولا جتشوا وحلي الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار إن له ما أركان هسه هو تاوي معنا. طيب إمام كنا هذا ودونا ينو كجتشواب أي وحلا جواد أمرك أنه إسقى عليه لا يراه ما أرك يا أحد عدي أرك ما يسوف في الدنيا الدنيا ذا لحيدة دون الآخرة آخر ما يا آخر ما يا آخر يدو أباب كله لكن أدون كإلهي كو أرك ما يسام بالوجود مرك لا تدركه الأبصار معناها سالك هذا. فقال الرب وحولي لا تدركه مهل ليس وما أرك يان الأبصار أرجيالك يعني وحك هذا في الدنيا أما في الآخرة آخر لحيدة سه فإنهم يجو يرونه ويأرك يان ودي آياتي هراء تاكا هذا الشيء إيه؟ يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة تاوى آخر تنوى الدنيا ده. فهذا كان يوحي للتفسير ما شكت تفسير ما شيء عدينتي سيفسيري دي سوى شكت أي كشكي فيه دحدي سأزنا دقة دين لاوياشو أي كشكي. طيب تفسير كاسي أو لا تدركه الأبصار إن أركتي ده عادي قال لقو فسره تفسير كاس وحاسكلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عنهما يغير كده حديث كفي صحيح مسلم يغير كي لا وتيتري عدي كوشك تنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه ربي جي أركي بين وين بليت بحي الإله وحيري لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار آية دني سودليشت مرك عائشة إدراك آية بمعنى أركتي إيه الرؤية بيكو فصيرتي سيدا هدين لغو فصيرو إمام أحمد نصيدو كو فصير يوي مفصيرين تسلف كقارن ساسي مريا هدين أركتي عادي لغو فصيرو لا تدركه الأبصار يدي آية داهورة إيه آيات كتوسي إن إلهي لا أركيو وحالوغو كلا وجهيا قارن وحيكه الليان آخرو ayadahan dhahaya lama arkayna waxay ka hadlayaan adduunka ka hadlayaan sidaas waa tafsiir sax ah. طيب waxa ka sii fiican oo mufassiriinta qaar kamidana ay marayaan in la yiraahdo al idraku iyo ar ru'ya ma aha laba kelimo isku macna ah idraka waxa la yiraahdaa وكخاصين هاي رؤية ذا ووحى لقوة ذا الإدراك بمعنى الإحاطة لقوة ذا يعني وحي نقونيسا أركتي ذا الشيء قال أركيو بالله بمدى أركتي أت شيء وذا كوبتي وإشاد وذا قبتي إي أركتي أي إشاد وذا قاري ويدو أو وحك أد وحك أركتي سؤال بك لدوان ما لابدو بوا أركتي لكن من نواو وذا كوبتي وإشادي با انتي حريري سيبي كل وذا أركتي مدنا مادن وذا كوبين اون إن باتك أركتي إشادو سيما وذا قارين مركا الإدراك وحالي لهذا وأركا يثير ذا أي لا صعط إحاطة يكوبيد أي لا صعط شيء مركز كل وذا أركتوت كوبتو أو إشادو وذا قاردو أي اللي ده هذا أدرك رؤية ذا إيا أركتي دونا إيا النظر كي يفيردونا وحا اللي ده هذا أما كوب
oo ishaadu ha wada gaadho ama yeesan wada gaarine waxa la yidhaahdaa nadara uu fiiriyay raa uu arkay sida marka la yidhaahdo aayadu waxay diidantahay la tudrikuhul absaru wa arag iyo fiiro ilaahay wada koobaysa oo ishu wada gaarayso suurta galba maya لا تدركه الأبصار بمعنى وحي نقول مركا بمعنى لا تحيطه الأبصار إن دها إي أرقيالك إلهي مكوبان من وذقاري كران إلهي عظم ديسة إي جلال ديسة سورة قلم خلقه إن أي إشي سأيو في رديس إن إلهي وذقوبته ما السورة بكرتم حي إلهي ووينه تبارك وتعالى صوما مرك لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيطه الأبصار إن لهم مكه بكرا وجوه يومئذ إلى ربها الناظرة نمحالك وضا وأركتي دا عادقة أنكو بيدو لسعوني تنم حيدي دنتهاي أركتي إيا في رأي لسعوت كو بيد لسعوت مرك لا وضا آيضا تسكو معنا وما تسكو ميل بموشي دا بمعنى سكلا دي لو يرادو وحيدا دان الإدراكو أخص من مطلق الرؤية يعني أركتي ذا قد وان أركا أما وان فيري وحاك كقدير أو كمعنى الدول أو كخاصا بمعنى أدرك لأن إدراك بمعنى الإحاطة على الصعود صارت رادت بعربت وحيرا ذا رأيت الشيء وما أدركته والشيء وان أركي لكن إشهدوا ما وذا قارن صوما إشهدوا ما وذا قارن وان أركي لكن ما كوبين مركا كوبين لأنت ويمد آياتك الله يسول لا تدركه الأبصار هل كان مركا ومد اللي له هذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم معنى خاصة هذه لأنفيه وماشا لقصاره معنيه جودي أركتيدي جود ماها إنه ماشى كزاري أركتيدي جود ويسوغنتهاي لكن مدة خاص كإيه كوفيد إيه وضع إيشو إنه وضع قوته أي لصعته تاس يدو مسرو بكرتو وأنا مدة خاص كأ مدة أي ديدنت أيد لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيطه مدة عام كأنا ومدة أي سوغيان أيدها كليه أحاديث النبي متواتر كصلوات ربي وسلام عليه سيدا إن لا إله ذو ومعنى الإدراك إحاطة لغو فصيره تنك لنا الرؤية مطلقة لغو فصيره النظر كعام كلغو فصيره سيدانا وتفسير السجون الشرة ووحى لقوري يا عبد الله بن عباس قتادة واختيار كابن جرير الطبري بسيدا دورتي شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ كيس ابن القيم أيمان أساس مريانو فرق بين الإدراك وبين مطلق الرؤية سيدا سيؤكل وجهها أيضا وتفسير في عوام وحا مثال نقون كريا وابن جرير عليه رحمة الله وكاني وآد أدو سي فهمي كرتان الضومض سو إلهي تبارك وتعالى علمي جيسة سو وحكما أغان كران يا إلهي علمي جيسة وحما كوغان كران ويكوغان كران لكن إلهي علمي جيسية معلومات كي سورن مي وذكوبي كران ما يموذن كوبي كران ساس تردد بقى الله وحويري ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلهي علمي وأسوغي الضومضة معلوماتك ألانا وحبي كأغانيا انتو إلهي كأغي سيبي كأغانيا لكن كل إلهي معلومات كيسي علمي كيسي كوبي كران ما يا أركتدنا واسيدة وكالو إلهي تبارك وتعالى ويأركي كران وين أركيان آخره لكن السجور دن إشهد ما وذا قبنا يسوع مكوبي كران سيد علمي جي صدنا أين هو ذا جاري كرين لكن أي وحوج أجان كران تاسو كلو معنا مرك تاس إسلامي ديهين سيد ابن جرير عليه رحمة الله وتلمامي شو بهذا صدح يطبنات وأما قول موسى موسى أرهدي سأويري سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى قوله لأجار وأنا أول المسلمين. قالوا كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين وقال السحرة أن كنا أول المؤمنين، وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه، فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. طيب مركة لأي آياتها إسكور كين يوم وحيدا وحيد. وأما قوله إلهدي سأويري وأما قول موسى ده نبي موسى عليه السلام ورهد أويري سبحانك نزهي داده عيب يرمانان أنو كان نزهيني تبت وان لابت إليك أذان كوسو نغضي الله وأنا أنقنا أول المؤمنين كو الرمييك أقوه الريانة رمييالك روم كل رميي أما آيات كأجر رميي كأجوه الرجال. طيب وقال السحرة ساحرين تي وحيدهن اعتبارا بما كانوا عليه. حتى مركنا يحل يان ساحرين ما لكن مركي هري ساحرين هاي سحرة دي وحيدة دين مركي أي نبي موسى عليه السلام عجزة دي سي ولي يمدي مركي أي ميل مرسي ولقى قالب نقضي وحيدادين إنا نطمع فرعون نمرك أوهن شبي وحيدادين إنا أنقو نطمع وحانو دمعينا ونهم قريينينا أن يغفر إنو ضاف لنا أنك ربنا ربنا خطايانا قففيالك أنك إنو نضافو أن كنا إنا أهانا درتدنا أنو ضاف أول المؤمنين كو الرمي يا كو أغهري رمي يالك إنا أغهرين تادرات ديد بانو إلهي إنه نوجود مدافع عنه دمحك قبنا ويبعنا. وقال النبي نبي نوح صلى الله عليه وسلم إلهي بقوله سو نوح قل وحتى هذا إن صلاتي صلاة ديدة ونسكي قور عيقة ومحياي نلوشي ومماتي قيري ديدة لله إلهي بأسوك ذات رب العالمين أونك وردن ربي جيسا إلى قوله لك قالوا وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت كوه جان سنتيبان الله كوكا أنا أهري. طيب قالوا حيد هذا المركز سيد آية ده هركين سيدهم قالوا حيد هذا كيف سيدابو قال أويري موسى موسى وأنا أول المؤمنين سيبو أويري مؤمنين تا أنا أهري مؤمن سيبو موسى كويري عليه السلام. وقد كان إسقو أي أهاين قبله هرتي أي أهاين إبراهيم ويعقوب وإسحاق ريبني إسرائيل هدي لقاها الليو موسى واللوغه ري إيمانك صوما وإسقو انطلانين أدونك وإيمانين بي ريبني إسرائيل مؤمنين لهاين ووحاكم إذا النبي إبراهيم وأبو الأنبياء إيو يعقوب إيو إسحاق مركا قولادان أباكوه ريسي مؤمنين تان أبو هرية حتى ربني إسرائيل مؤمنين تود هدي لي هذا واللقى هرية سبوا أوليها مؤمنين تان أبو هرية سيكون أكرتا. طيب فكيف جاز سبي مرك أبو بنانات اللي موسى لموسى أن يقول إنه يده هذا وأنا أول المؤمنين أويدتك كوري يا إيمانك أبو هرية. وقال السحرة ساحرين تي وحيدين أن كنا أول المؤمنين إنان أهاني مؤمنين تكوي وجوه الرئي تادراد دين الله نوجود بدافعن ضمع ذقب نوع. طيب أن كنا أول المؤمنين سؤال شو حيت أمرك سداب يكوي لهذين مؤمنين تبان وجوه الرئينا نبي موسى عد الرميسي مرك إلهي صوصاري سحردا انتينا ضد وذجلين وأن سحر كودي يمعجزة دي نبي موسى الله يسود لغنين انتي كهر ريسي وإن يقو إيمان كالله إيمان نبي موسى وحرع سنة مجرمية يا سو يقل لغم إيمان هرين إلا مردن با يقو الرومين يعني أو ريبني إسرائيل أو دن يا
أو رب بن إسرائيل أو أو سيدا استراد إيمانك واللوجه الرئي نبي موسى دت يجكه الرئي الرومي سحرض السيكودهن أنجا مؤمنين تي أهرين سؤال شو تتسؤال وكيف سيدا بوجاز أقبلنا هذا لأقبلنا هذا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه إلى هذا وأنا أول المسلمين وقد كان سقوا أها قبل وهرتي أي أهايين مسلمون مسلمين كثير أو فربدا مثل عيسى سيد عيسى قال يوما تبيع عودتك الرعسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين مسلمين تكيوه الريبانة وآوي دتك كهري نبي عيسى آوي دتك الرعسنا يا حواريين يا مؤمنين تي آوي كهري كتابك إنجيل أدد باهيستي أو أنت النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم يعني صح سنة وتوحيد كي هيست أو يدد كاس مؤمنين تانا مسلمين تانا وهو الرئي مركو النبي قوله صلى الله عليه وسلم هل كاس ويبا مركاس وحي لهذين فشكوا في القرآن بو إمامكو يقول القرآن كي بسيداك كشكيا وقالوا إنه متناقض وحسوروا بكريم بده طيب مركا أولية ذن مسألة يلوا أولية ذن وأما قول أما قول موسى سيدان يسوها فشان إمامكو مركا أما قول موسى موسى هذا الكيس أويري وأنا أول المؤمنين فإنه إسقو حين قرت قال أويري ربي أرني أنظر إليك ربي يو أرني إسكيتوس إتوس أنظر أنفيري إليك أديك أنكفيري الله إتوس أنكفيري كداودة أيا قال ربي وحكوري لن تراني أركي ميسد موسى وما دحكرت يما اركيس وحو كودا لن تراني دم حلقه ودا ولا يراني اركي ما هي احد عيدنا في الدنيا الدنيا دي اركي ميسو الا هدو اركمات وادمانيا لن تراني اركي ميسد بمعنى ان ادي اركتو ما حملي كرتيد وا ادونك انت جوجتان عيد اركت ما بدحي كرتو الا ويبا سوخي وا بدمن با ما حملي كرتان ما كري كرتان ساسا لغا ودا طيب فلما تجلى مركو اسموجي ربه ربقي للجبل بورتي مركو اسموجي يعني مركو عدصدي انو الهي اركو داودو ايا وحا لغو يقول لن تراني اركي ميس ولكن انظر الى الجبل بورتا في ربال فان استقر مكانه فسوف تراني بورتا فيريو هذي ميشا كسي تالو او كسي سقناتو وهذه أركي محاكا دميس مرك فلما تجلى مركو اسموجي ربه ربقي للجبل بورتي مركو اسموجي جعله وحو كرنك دكا بابا ابو كرنك يدي نواب الريقا طيبا هل مربي بابا وخر ودعي مركا موسى ودعي دول دعي صحيقا إساغو سوحسن هول كي ماشا كدعي إشي سوحي سيبو حميلي واحد مركاسو سوحدين لدعي فلما أفاق مركو سومير سدي أيو قال وحيد سبحانك اللو أن كان زهيا وحي عابد لمنانو لنبا كان زهيا تبت وان صون نقضي إليك أذان كو صون نقضي وأنا أنقنا أول المؤمنين مؤمنين تكيوه الريبانة يعني محوكا ودا يعني محوكا ودا أول المصدقين كو الرميي كأوه الريان أهي أنه أمر يشأني لا يراك إنسان كو أركين أحد روح في الدنيا الدنيا لحيد إنسان كو أركين إلا هدو كو أركان مات إنو لمني مركا محالكا ودا وحالكا ودا أرنتي وعطصدي السوروبي ويدي إيا سيدي وحلوتو سالي نبي موسى مركو أركي ايو وحوليه هي وحانا هي عيد اوغو هوريسا اي رومينيسا ان ان ادونكا لوغو اركي كارين حداي عيد كو اركتنا اني ماركا بابي او ديمان اني جوغي كارينين عيد اوغو هوريسا رومينيسا سوما ماركا اركتيدا يعني ميشن كوسابسن اولي انا اول المؤمنين واركتي كخدان اركتي معلقه وحي دحاي وحي دعي أرنت ماشى كصوب بعضي أنا أهو الرجال الروميين يوا محي اللي استجوم بأركي زوما وياكلوا لتشو بأركي وا استجا أركي أنا أهو الرجال الروميين ويا معنا
marka laga ma wado iimaanki caadiga ah laga ma wade waa iimaan khaas oo dhacdada ku saabsan dhacdada iyo wixii ka dhashay iyo ilaahayna la arki karin cidii aragtana ayna noolaan karin arinta iyada cidii ugu horeysay rumayay baan ahay siyaqa ayaduna macnaha soo muujinaya saasii baan tayib tafsiir kaasi imaamku uu qaabka u wajahay wax weeyaan waxaa laga wariyaa abul caliyat ar-riyahi taabiicigi iyo rabiic وأنا اختيارك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله إمام المفسرين سيد الرجح هو وأول المؤمنين وحى لقوضة بمعنى أرنتا إيادا إنا لقو أركي كرين أدونك عدوك أركتنا إنا نولان كرين أرنتا عدي أغوري سير رمي سيبان أحاي إيه لقا موضة إيمانك قود لقا موضة طيب معنى هاسي وعدي هيبان أمالين معنى كلاتشرة وضعيفة ومجاهد عكرمة يلقى وريو إن ليلة وأنا أول المؤمنين مؤمنين تكي أقوه ريبانا ومن بني إسرائيل ريب بني إسرائيل يقوم كيغا أنا أقوه ريوحك الرمية سيدانا والتفسير الشوكاني يا مريا واسي الضعيف محمد ضعيف كويا لأن ريب بني إسرائيل نبي موسى أقوه ريبانا عيد إله الرميس صوما قوم كيسا وحو ومدكه يعني وحو انبياء لهاين رسل بي لهاين مؤمنين بي لهاين انت نبي موسى ولا صوصا سوما سيداس دراده تفسير كصحده وكا هره اي امامكم مري ما دي سلف كان قار كميده لغا سو غوري تا سوما اها وانا اول المؤمنين دي نبي موسى هرت ميل با لا ساري سوما عدا انو نمان السحره ده مره واما قول السحره ساحرين تو اوراهدودي يا هادلكود اي يراهدين أن كنا أول المؤمنين يعني وحو كوضا أول المصدقين كو الرميي كو يقوه الرئيبان بموسى موسى الرمي من أهل مصر أو ري مصر ومن القبط قبطيين تحقوا ذكاء هذا من القبط نبي موسى صح يجدد كوه الرئي صح رضا أو الرمي ويجرين لكن يي أهايين ري بني إسرائيل بيهاي أما قبطيين تا أو قويسكي فرعون كرد شيئا عيد كرميسي نبي موسى كرع عضي سحرة دا أهريس ساسي معنى مركي سحرة دي لغا أتكاضي أو دود دي معجزة دي لغا قرري أيقون ماشي ما كرد قاقين بي إيمانكي كرد واقين صوما قبطيين تا وحي رميي نبي موسى راعي الريركا قبطيين تا كسو تشيدي سحرة دي كدن بيين مرك سحرة دي كدن بي الرمينا مرك قبطيين تا وريما سرعة نبي موسى وح رميي سحرة دا أهري ساسا لغا وضاي لغا موضو هذلك إن أيليهين أن كنا أول المؤمنين خلقك أردان أنك إيمانك أهرين ee waxa laga wada wala nabi muuse inta rumaysay baan iimaanka u horeeyayna kama wada laakiin waxay ka wadaan qoyska qibtiyiinta milkiiga haystay cid nabi muuse ka soo raacdo ka rumaysay anaga u horeeyay ah wixii qoyskaasi rumayay waa naga wada dambeeyeen way macna tayib waxa laga wariyay tafsiirkaas isagana abdurrahman ibn zayd iyaga laga wariyay mufasiriinta salafka kamid asaguna waa saasi ayadu meesha la aadeen ma وأما قول النبي نبي قول أهدي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين أويري يعني وحكا وضا ومن أهل مكة ريم مكة عدي أقهر سي إله الرميس وأني طيب ريم مكة أنا أهري لأن مكة محا كتري مكة الشركية قال لي ما كتري صوما نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي أقهر سي الله وحيودي أيا إيمان صح أهري سيداس درادد وأنا أول المسلمين مكرم مكة يوحي كدن بي وأنا أهر عيد إله الرمي سوي معنا وأنا أول المسلمين عيد هو قانس التوى مركة اعتبارات كاسي لد صوما يعني أول المؤمنين يا أول المسلمين ما لقى موضوض إطلاق قود لقى موضة لكن ميد والبميل بي كوحرنت ميد قوم كوحرن قونية ميد مقالة قونية كوحرن يدد قونية ميد محوة هاي دعدة قونية كوحرن تاسا لغا ودا أول المؤمنين أول المسلمين
لجمود أوليدي مطلقة أوليدا مطلقة هذه لجود لها مركز إسكهر ما الله لكن أولية مطلقة ما هو أولية مقيدة تاني بام يل مدب مال بكوحرا طالع جودها معنا طيب تفسير كذا بق أولي ده هذا وأنا أول المسلمين من أهل مكة سيدا إن لقوا فسروا قتادة لجسوا جوريا طيب ومدنا أنا وهو الرئي معنا شو هذا أفر يتبنى دي وحوي وأما قول بوشاق ويري ورهدي سألو ويري أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال وحوري في آية أخرى نوحو كويري فإني أنوغ أعذبه وحن عذابي عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال في آية أخرى وحوري إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فشكوا في القرآن بيكشكيا وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا آية ذاك لي هذا نسكهر كيري وأما قوله أرهدي سأوي لألي أدخلوا قليا آل فرعون فرعون آل كيسا يقويس كيسا يدد كيسا واحد قليسا أشد العذاب عذاب متك أقدر قليا يعني آل فرعون أتباع دي سوا فرعون دد كيسا رعصا واحد قليسا عذاب متك أقدر قليا ماذا لقاها الله يوحويان أشد العذاب عذاب كي أقدرنا فرعون يقال كيسا قليل وقال في آية أخرى آياتك اللوحي كويري فإني أنوغ أعذبه وأن عذابي عذابا عذاب عذاب كاسا لا أعذبه آنا عذابين أحدا عد ومن العالمين أونك كمذا مخلوق كمذا ما حيكوي ما نيسا قصة دي يا نبي عيسى حواريين صوما ما إذا النوس ودج مركي لهذين أي الله وحوكوي لي ما إددا هدان سود تشيو أو لق لبينيو مركاسي دهوش أنا دل سو آيات ميدان عطسني آياتي هدي إدين كيانو أو مركا رومين ويدان أمل الديدو فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عذاب كمركا أن إذن مرينا يو أما ضدك أن مرينا يو وميدان ولقيبا أن أدوما كدهن خلقي كوكما دهن وقال في آية أخرى وحول إن المنافقين منافقين في الدرك الأسفل درجة وجوه سس أهين أي أهذن أمين النار يا نار تحج هذا درجة وجوه سيا درجة وهو عكس أي هاي درجة ده كلمة دو درجة وأمرك كرل هذا درجة نوحل هذا وادبقيه كره سيا مركز هوسي آدبة بمعنى الدرج هو درج كان وحل إلى هذا مركز دبقيك لكوريا أذكر أفوش مركز درج وحويان دبق أجوه هوسي النار تبي منافقين تكشرانه طيب فشكوا ويشكيا من كان زنادق دي في القرآن وقالوا حيلذين إنه قرآن ينقض وبرين يا بعض وقارك بعض قارك سيسجهر كين الآية ذهن فهم كود أما قصة حمضه وحيسقهر كينه فرعون آل كيسة عذاب كجلية اللي يلواكي وقدرنا نمنكي حواريين تأنبي عيسى للسعودين عذاب كاللي يلوالدين عذاب يا وامد أن مخلوق كل العذاب سينا صامد كي وقدرنا ما منافقين تنوحا اللي يلين نار تدبق أجوه صيي كتيرة يسقون وعذابك وقدرنا صوما سبا مركز صدح ذا ضبع عذابك وقدر الله وشاك يا صوينو سيك لا درنا ذا ما يعني كم وحل العذابك وقدرنا قلنا إنه وحل العذابك وقدرنا قلنا إنه وحل العذابك وجوه سي مركز كيسي هو سيه وسيه وكل الدري وابسكوري معنا يا وركني ويا معنا طيب إمام كوحر وح مركز وأما قول أرهدي سألوا ويلي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني وحوك ودا عذاب ذلك النار نارتا أي قلين عذاب كير الذي عذاب كاسوهم يجو فيه دحلي سايكو سجين عذاب كو اسمله ناره هو يكالدوين ما لها لغو عذابين هو يكالدوينت آل فرعون ماشا أي قلين يقيبت عذاب كالقلين قيبتا مدة وقدرا كو عذابه صوما قيب تعلق قليه تقدرا أقول كله هل هو عذاب طيب
وأما قوله أرهدي سأل أويري فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك كاسي وحوي أن الله ألم سخهم وبدلي خنازير بوكو بدلي يجب أن نبو سورة بدلي وحوكو بدلي خنازير ضفار فعذبهم وعذابي بالمسخ سورة بدلي دو الله كو عذابي إن آدمه بلغ بدلي ووحك للغ دقل ما لم يعذب وحسن كعذاب من سواهم ضدك إيجا كسو هري أو من الناس ضدك عيد إيجا كسو هرو ضدك قابو سنو عذاب بإله عذابه إيجا نمو الضفارة لقدك مركم حكو وضع بمعنى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وعذاب دنيوي إنتي أدون كتشوغين يا وحال عذابي عذاب أن أمتك لإعيدك لأدونك لقو عذاب oo noocay ah iyagii oo dhanba daayeerna laga dhig. Waxaan u jeedaa doofarro. Marka cadaabkii ugu darnaa adduunka lagu mariyo. Kan oo muxuu ahaay Fir'aawnna waa cadaab aakharo. Qoladan xawaariyiinta Nabi Muuse Nabi Ciise la socdo iyo hanjabaada aayada beeninteeda ku iimaaneysana waa cadaab adduunyo iyo doofarro la iska dhigay waa. Sooma مركة كلا دوان واي طيب وأما قوله أرهدي سألوا إلى آيات الصدحات فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تانا معنى هذا وحوي لأن جهنم نارته جهنم هذا هل قوم حكوضا نار تقود بكوضا لأن جهنم هذا مرنا مقع وحيوتها قيب خاص نار تكمد مرنا نار تقوضا جهنم الله ليه كرم هل كان مركو حكوضا لأن جهنم نارته لها وحا أسقنا ذي سبعة أبواب تضبع إردود بيلا تضبع قيبود بيكا كوبانت جهنم واي سمارت مدى كوبات وجهنم بلدى مقعد مدى اللبادنا واللضا تصدحاننا الحطمة تأفراننا سقرة تشناننا السعير تلحادنا الجحيم تتضبادنا الهاوية وهم أيقوا مركا منافقين في أسفل درك دبق أغوها سيئي كتيرا فيها نار تحت سومجد بمعنى تضباب باب سيدة قرآن كو إله الشيء لها سبعة أبواب سومعي لكل باب منهم جزء مقسوم نارتو و تدبدا إردود و تدبدا إردود قيبه كليين مرك قولو والبا ميشا لغو عذاب ياي قيبتا كلاوي كدوانتا منافقين تا مرك قيبتا لغين ايو و قيبتا اغو خوصيس فرعون ايو قوليهان آل كيس العذاب ايانا قيبتا يقلين عذابك اغو دران قيبتا سي اي كوچيران وي سيكالا درانتا ميشا اغو عذاب ادا قيوي مرك آيادو اسكموهر ايمان ايانا قارنا أدون كي كساب سين قارنا نارت أو قيب قيبي إريدة كلا بي كو كلا ساب سنتا إيو حس كهري مانا يو هل ميل إسوكو يميدو إسكا كهري يمينا حوال معنا طيب أبواب تاسي سيدا إمام كو أشيك وحا لغوري عبد الله بن عباس ابن جريجي أعمش أي مدي سلف ككمدة أيا لغوري طيب شب هذا شان يطبنات وحويا وأما قوله تعالى ألا أرهد أويلي ليس لهم طعام إلا من ضريع ثم كذبنا قال وحولي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فقد أخبر أن لهم طعاما فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض شبه هذا الشني الطبناد وحولي إمامك وأما قوله أرهدي سأل تعالى كره أويلي ليس أمأهان لهم إيجا أهل نارك طعام عنت أمأهان إلا من ضريع إلا نباتك ضريع علي هذا موي نباتك ضريع علي هذا موي ضريع عاسي ونبات رولك كصباحة طبعا جيدها الصومالي ذا جيد نوع عاصو بقول كي وبقول أولوغو فصيري كراي علماء دو مشيكي واسك سور دوين واي لكن ضريع هو جيد دولكا عربت كبحا وحليه ده جوجو بحا وقيا وونه انغغا
قضح بولي هاي ونباتات كير كلو كبحة وأنا صن قضحنا ولي وأنا صن مركو إن جيجو مركو دتك ومودية وحولها ومودية حوله حتى مدقان حتى هدو قوينية حوله مرد وهذا لأنه وصن كاسة مركو لذا ضريع ليس لهم مسونا إن طعام وحنطا إلا من ضريع نبات كصن تأمو يعني قضحها له. ثم كذبنا قال وحيد إن شجرة الزقوم جد الزقوم ليله طعام الأثيم كي دنبيغا بناي دنبي لها ها عنتدي سيوا. طيب لو هذا آية مركو اسكهور إمام بيلي سيسكهور إمانيا فقد أخبر وحو شيغي آية دنبو كو شيغي أن اللهم إنو أسقنا ذي طعاما عنت إنو أسقنا طهرنا عنت مالي بالي فشكوا ويشكيا في القرآن وزعموا وحين الشيغين أنه قرآنكم متناقض إنو يميد سكهور إمانيا سوي معنى آية دهوري وحيت ليس لهم طعام عنت ما أي لها إلا من ضريع نبات كاموي ما حالك كسب حي نبات كعنت أن أهين ما أي لها صوما ساسوي استثناء أو يعني مفرغ أوه استثناء مفرغ أنا ومن أعم العموم بليده إلا من ضريع جيت كي النبات كوحان أهين عنت أم لها سيدي سان وجين آيات كلاتي مدو شجرة الزقوم با عنتو أبا هدنا تيمت تيهورن محيل هيد نبات كأم با عنتو تانينا وحي تيري شجرة الزقوم نوا عنيا طيب توكلنا كودرو يدنا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين غسلين كوا عرنك إيو قشنك ملاحظة إيو ديق إيو عرنك كدات أهل نارك أيا غسلين كليلان كان إن عنيان وعنتق ويهي ويعبي دونان واللقودين دونان ولا شيء قرآن كلا شيء مرك غسلين بلا شيء زقومنا ولا شيء ضريعنا ولا شيء أيا ظهرنا وحي لذن ضريع بيلي مرك واسكهري ما نيان واي أورك طيب إمامكم مركو يحيي سوى سوافة جني وأما قوله أرهدي سألوا يري ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول حوليها ألا أكوضا ليس لهم أموسا سنان طعام وحنتا في ذلك الباب إردك نحديسا إلا من ضريع إلا نباتك ضريع ليلة مويان يعني سمعنا لهن نارتو واتدوى إردو صلوة إرد إردها كم ذا هي قيب كم ذا قيبه هذا مركي كتشيران ضريع كلي الله زيني سمعت مركا آية محوها دهيسا ليس لهم طعام إلا من ضريع وإريد مركي كتيران أما قلو قيب كتيرت النار تكمد أو إريد إريدها كمد كجشي أيان نبات كاوحان أهين لسين ماي كو طيب شبرق بالي رجيت كاس ضريع مركو إنجيو ويأكلون ويعوني دونان ويأكلون ويعوني يامبري الزقوم الزقوم كان ويعوني في غير ذلك البابي إرد داس أي ضريع كعنين إرد أنا هاي بي الزقوم كان كعنيا سمعت يعني مركي ميلك لتقان أما قلب ميلك لكتشرتنا الزقوم باللسيني طيب فذلك كاسي قوله أرادي سوي الله يري إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فهذا كني ما شكت ووحي أي شكذي فيه دحديس الزنادقة الزنادقة وأي كشكية أدر نار توافر بدنتا وانا إرداب بدنتا مدول بيا ميلول بمركي تشوغان وح بالاسين مر غسلين بالاسين مر ضريع بالاسين مر نزقوم بالاسين لغايا وإن قال هذا قيبه هذا كلا قدسان مدبا لغايا وقيب إن ضريع لسيو قيب إيجا كميدو ميل كتيرتا إن لسيو الزقوم كلاسيو قيب محوها إيجا كميدو ميل كلا كتيرتا إن غسلين كلاسيو وهكذا مركا اسكما هو ريمانيس وا حالديه ميله كلا دوون يا دد كلا دوون وهكذا سيدا وي تفسير كاسي ومعذبين تل العذاب يا اني دبقاد يهينو كلا دوون يهينو عنتوين كودو سا كلا دوون يهين ايادو هنا عنتوين كلا دوون
ميلها كلا قديسان لغو السينة كلا تلماميا معنى سوى معنى إمامكم مري وانا معنى صحوي معنى كلا جرى وإساقنا الله ديه كرسي ليهينو وحي ليهين معنى كلا لغو فسير كلا وحوي قيدها لغا ورمي زقوم إيا الضريع إيا غسلين كأو عرون كأنتبه ما أنت محلي ده يا وحي لعنا وحكو ترى لي ده صوما سيدا استرادد وحن لسينا يا يوان نوع عذاب كي كم ده وح تربى مال أنت ما أنت وحي لهان شتى أو نفعيا وحلى ما سيدا استرادد بل أنفينا يا أول لي هاي أنت الله ما سينا يو لأن وحل لسي أنت ما هي وعذاب أنتنا وحل ده هذا وحي وحكو ترى وقاتش كاسارة صوما ساس درادد با ليس لهم طعام إلا من ضريع محاك النبي لا يسمن ولا يغني من جوع انت مرك اللحنا والو عيلا قاتشنا والاقا بحي والو درقا لابدي من نمال انت سيكو تاي مرك مرك مقع انت أم بالسيه انت دي اللي يقاني ماءها ساس درادد هدي اللي أنفينا معنها سالقوض حديل للسوقين معاني ده هوري صوت المعنويان سيدان علماء ده قار كم إذا كتوجيه نيسا وانا يدنا والتوجيه صحوة هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.